السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمتابعين، وياكم ماجلان البلدان يوسف جلال. الكثير ينتظر هالحلقة، الدولة اللي بيعلمنا عنها ماجلان البلدان فيها معلومات كثيرة بشكل لا يصدق. حلقتنا اليوم عن الدولة العملاقة الهند. تدري يا عزيزي المتابع ان حتى الهنود نفسهم عندهم مشكلة في فهم بلدهم، وطبيعي ان ما نغطي كل المعلومات عنها من كبارتها من كثافة السكان اللي فيها، لكن بطبيعة الحال عشانكم ببذل قصارى جهدي عشان نعلمكم على الجغرافيا. ما نحتاج في هالحلقة لمقدمة حتى. الهند كبيرة، متنوعة، ملونة. في مثل هندي يقول الهند هو المكان اللي فيه جميع الناس على كل على عجلة من أمرهم. خبرنا يا ماجلان البلدان عن تفاصيل الهند. أول شيء وقبل كل شيء، الهند تقع في جنوب آسيا على المحيط الهندي. واضح ليش سموه الهندي، وعلى خليج البنغال. تحد الهند 6 بلدان وتنقسم إلى 29 ولاية و7 أقاليم. عاصمتها نيو دلهي اللي هي بمثابة الرئيس الإداري. إقليم العاصمة يتكون من نيو دلهي ومومباي بنغالور وحيدرآباد. أكثر المطارات ازدحاماً في الهند دلهي، ندير غاندي الدولي، مومباي، شاحترباتي، شيفاجي الدولي. وايش قصة أراضي الاتحاد؟ ببسط طريقة، أراضي الاتحاد هي الأماكن المتميزة فيها وتقسيمتها الأساسية فيها حكومات محلية صغيرة خاصة بهم. مثلا إقليم العاصمة دلهي الوطنية، شانديغار هي مدينة مستقبلة شيدت محل لاهور، وهي عاصمة لمنطقة البنجاب. وكل هذا بعد ما تم تقسيمها بين الهند وباكستان. المشاكل ما تخلص بين الهند والصين، الهند وباكستان، الهند وبنغلاديش. ليش؟ بسبب الثروات الموجودة في الأراضي المتنازع عليها. في الهند ثاني أكبر شبكة طرق في العالم، وثلاثة من العشرة الأوائل اللي يمتلكون مدن كبرى في العالم. عندهم وفرة في المعالم والمواقع البارزة. مثل وش يا ماجلان؟ مثل المدينة المهجورة غولكوندا فورت، الأركان الأربعة من تشامينار، كهوف الفن البوذي أجانتا، أنقاض إيلورا المتآلفة، قلعة ماندو، المعبد الذهبي اللي يغذي أكثر من 100,000 شخص يوميا بالمجان، ضريح غومبيز، أنقاض الفحم، الحصون في ولاية راجستان، وغيرها وغيرها. أتوقع لو بنعدلها ما منخلص. الهند يا شباب سابع أكبر بلد من حيث مساحة الأرض، فيها مجموعة واسعة وكبيرة من المناظر الطبيعية الرهيبة والخلابة، مناخات متعددة وارتفاعات متفاوتة وغيره وغيره. بنتكلم عن الشمال، بالأخص عن أكبر سلسلة جبال في العالم، جبال الهملايا، قوة قوية لدرجة أنها تنمو بشكل متسارع سنويا. بعد نقدر نحصل بعد جبل كاتشين جونجا، أدري هريتها أنا، وهو أعلى جبل في الهند وثالث أعلى جبل في العالم على حدود الهند مع النيبال. وهذا الجبل هو مصدر الأنهار الرئيسية في الهند اللي يعطي الحياة في البلد كله. هذا سبب يخلي الهند دائما في صراعات ومشاكل، ليها أول ما ليها تالي. في منطقة جامو وكشمير تقدر تشوف أكبر بحيرة طبيعية، وتحت جبال الهملايا الجزر الأكثر خصوبة في الهند تتدفق الأنهار، أهمها نهر الجانج روافدة. الغريب أنك تحصل في الهند كل المناخات والتضاريس. مثلا في حدوده مع باكستان وش فيه؟ في صحراء جافة، وفيها بعد منطقة بركانية نشطة من جزر اندامان ونيكوبار. وش معلوماتك بعد يا ماجلان؟ الله يسلمكم، الهند فيها كثافة سكانية عالية جدا جدا، لدرجة ان في عام 2016 ضربوا رقم قياسي عالمي عن طريق زراعة 50 مليون شجرة في يوم واحد بس. تصدقون هالشي في يوم واحد معقولة؟ ابحثوا لنا عن هالمزاعم واكتبوا لنا في التعليقات تحت.
المهم الهند أكثر مكان في العالم عند ماشي أو أكثر بلد يربي المواشي، طبعا بسبب التقاليد الهندوسية السائدة اللي المفروض كلنا نعرفها. الهند فيها قوانين عقوبات لقتل الأبقار المتعمد. بعد يا ما جلان البلدان، طبعا الهند ثالث أعلى معدل في انبعاث الكربون بعد الصين والولايات المتحدة. في الهند أيضا حيوانات وطنية مثل طاووس، دولفين، نهر الجانج، الكوبرا، الفيل الهندي. وفي الهند بعد أكثر الأراضي الخصبة في العالم اللي يخليهم المصدر الأول من منتجات متعددة مثل الدخان والموز، الليمون، المانجو، الزنجبيل، وبعد الحمص والحليب والزبدة، وحوالي 75% من التوابل والبهارات في العالم يجينا من الهند. تخيلون وياي وشكلاتهم الشعبية، الأكلات المفضلة عندهم. طبعا تشوفونهم انتم في الشارع، الروتي والشباتي، الرز، الجميع ياكل رز وهو الأكثر شيوعا في الأطعمة الهندية، السمبوسة، تكة مسالة، تندوري ولا على التندوري، وغيره 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 ما شاء الله. تتخيل لو انك هندي وتبغي تسافر من ولاية لولاية ثانية تحتاج مترجم، لانك ما بتفهم لغتهم ولهجتهم. هذا يعني ان عددهم ملايين ملايين ملايين. بس لا، المهم خلونا ويا ما جلنان عشان نعرف اكثر واكثر. يبلغ عدد سكان الهند 1,300,000 نسمة، وهي ثاني اكبر نسبة عدد سكان في العالم بعد الصين. طبعا يبلغون حوالي 18% من سكان العالم، وهذا رقم مو سهل. حوالي 72% من مساحة البلاد الى الهندية الآرية، والباقي مجموعات آسيوية وغيرهم من المنغولية. الروبية الهندية طبعا عملتهم. وهل تعلم ان المجموعة الآرية الهندية فيها حوالي 2000 نوع من المجموعات، يعني 2000 نوع من اللغات؟ يعني واضح ان ما نقدر نتكلم عنهم كامل. من اللغات الأساسية جدا الهندية، البنغالية، البنجابية، والغوجاراتية، والتاميلية، التيلجو، المالايالامية، الكاندا. الحين كل هاللغات شلون يعني ما فيها لغة رسمية؟ يقول لك فيه 22 لغة وطنية يعترفون بها، وهي الأكثر انتشارا، يعني هذه تدرس في الجامعات والمدارس، وغالبا يستخدمون اللغة الهندية مخلوطة بإنجليزي. تتشوفهم شوي هندي وخمس كلمات إنجليزي. عاد تعال افهم حزتها، حوالي 80% من الهند هندوسية، الأيديولوجيات الهندوسية تسيطر على معظم الحياة فيها، مزارات، معابد، تماثيل، طقوس، حتى في الأماكن العامة. عندهم تجمع كل 3 سنوات، يتناوبون في بين 4 مدن، يسبحون في نهر الجانج ومهرجانات ضخمة وعشرات الملايين من الناس. رغم كل هذا إلا أن الهند هي موطن لكل الديانات الكبرى في العالم. في الهند أعلى عدد سكان من السيخ، الجينز والزرادشتي، وثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم عقب إندونيسيا. معظم المسلمين يسكنون في المناطق الشمالية الغربية القريبة من باكستان. التاريخ الهندي حافل طويل جدا، بحاول أختصر عليكم على قد ما أقدر. وادي اللانس، إمبراطوريات موريا وغوبتا، الإمبراطوريات الجنوبية، العصر الذهبي، الممالك الوسطى، 1000 طن من الديانات الجديدة يتدفقون في شمال دلهي، الجنوب إمبراطورية فيجاياناغرا، تبدأ الإمبراطورية المنغولية، عقبها الهند الشرقية، البريطانية، الحكم البريطاني المباشر، حركات قومية، جمهوريات مستقلة، تحرير الاقتصادي عام 1991 إلى اليوم. من ما يعرف عن أفلام الرومانسية والأكشن في الهند، ثاني أكبر صناعة أفلام وسينما من حيث حجم ضخ، ما يقارب 2000 فيلم سنويا بوليوود. من منكم شاف فيلم هندي وعجبه؟ توقع الكل طالع. المهم إلى أن طالعتون اكتبوا لنا تحت في التعليقات عشان اطالع وياكم أنا بعد. ما أقدر ولا بقدر أقول كل شي عن الهند، لذلك في الختام ما بشوف مكان في العالم مثل الهند. الهند فيها كل شي، وما
إن فيها كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة، سبسكرايب، لايك، ونشر المقطع في جميع أقطار العالم وإلى دولة أخرى. السلام عليكم.